مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال، ولكن النهارده حابين نحتفل معاكم بالسنه الجديده. كل سنه وحضراتكم بالف خير، هابي نيو يير. يا رب اللي محققش حاجه في 2020 يحققها السنه دي في 2021، واي حد نفسه في حاجه يقدر يحققها. اهم حاجه الاصرار والعزيمه، ان يكون عندك حلم وتعرف توصل له، وان شاء الله ده يكون في 2021 وتكون سنه جميله عليكم ومختلفه باذن الله. عايزه اقول لكم ان النهارده حبينا نكون معاكم بطريقه مختلفه، حبينا نحتفل معاكم بالكريسماس ونكون معاكم من جوه بيوتكم عشان ننقل لكم الفرحه اللي احنا فيها النهارده. يمكن حضراتكم شايفين الديكور مختلف، وعشان كده لازم في بدايه الحلقه اشكر صاحب الديكور والتزيين الرائع اللي حضراتكم شايفينه النهارده، استاذ احمد من معرض ميري مار. طبعا كل الشكر ليه، لان النهارده عمل لنا ديكور الكريسماس على اعلى مستوى. واول فقره النهارده معانا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. معانا جينا ابراهيم. جينا ابراهيم صاحبه فكره مختلفه، حبت تعمل فكره وامنت بيها، وفعلا قد كان عملتها رغم انها كانت في كارير مختلف جدا، ولكن لما دخلت المجال اللي هي بتحبه ابدعت فيه بكل المقاييس. خلوني دلوقتي ارحب معاكم بجينا ابراهيم والطفلتين اللي يجننوا اللي معايا النهارده عشان نعمل لكم حلقه مختلفه. خليكم معانا، فقراتنا فعلا مهمه، ونبدا بجينا ابراهيم. اهلا بيكي. اهلا بيكي، انا مبسوطه ان انا معاكي، صدقيني يا حبيبتي. يا حبيبتي انت منوراني النهارده، مبسوطه جدا ان بدايه السنه الجديده تبقى معاكي بشيء مختلف، بحاجه انت بتحبيها ومؤمنه بيها. قبل ما نبدا دردشنا مع بعض، وعرفت ان انت كنت شغاله في مهنه وسبتيها خالص لايمانك بالحاجه اللي انت بتحبيها. حقيقي اولا انا مبسوطه ان انا معاكي قبل اي حاجه، ثانك يو، وهابي نيو يير ليكي ولمصر كلها، وان شاء الله تبقى سنه سعيده على الناس كلها، مختلفه يا رب. انا ست كارير بتاعي، انا كنت بانكير 8 سنين وكنت في مانجيري ليفل كمان، بس الفكره ان الانسان بيجي وقت وبيبقى محتاج ان هو يعمل حاجه بيحبها اكتر، حاسس بتاشن ناحيتها وحاسس ان هو يقدر يدي فيها. ويمكن لو ما كانش في كورونا، يمكن لو ما كنتش اخدت فتره اجازه من البانكينج، يمكن ما كنتش خدت القرار، بس ما كنتش هتبقي معانا مثلا. عشان كده انا مبسوطه جدا ان انت معانا. اكبر خساره. حبيبتي النهارده حبينا نبدا الكريسماس ونقول للناس ان الفرحه ممكن نصنعها من واحنا في البيت وبابسط الاشياء. الامهات اللي طول الوقت عايزه تبسط ولادها ومش عارفه ازاي، عايزه اقول لحضراتكم ان جينا موهوبه جدا في صناعه الشوكليت بكل انواعها واشكالها. هي حابه ده، هي اختارت المشروع ده، مظبوط يا جينا؟ مظبوط. النهارده قولي لي بقى، اولا سنه جديده ودايما السعاده بتبقى مربوطه بالشوكليت، محدش ما بيعرفش يبقى سعيد غير لما ياكل شوكولاته أساسي. مهما كان بقى تخين رفيع، هو بيروح لطفل كبير صغير، الشوكولاته ليها مفعول السحر عند الكل. مظبوط. بس خليني قبل ما ابدا ارحب بفاليري ويارا، اهلا بيكم، منوريني، هابي نيو يير. انتوا عارفين النهارده احنا بنعمل ايه؟ بنحتفل بايه النهارده يا فاليري؟ كريسمس. الكريسمس صح؟ كل سنه وانتوا طيبين. فاليري، يا فاليري عامله ايه؟ كويس. يعني ايه فاليري؟ اسمك حلو قوي. انا متعوره في رجلي بس انا كويس. انت متعوره في رجلكي؟ اه. يا روحي معلش سلامتك. يعني ايه فاليري؟ مامي قالت لي ان فاليري يعني البنت القويه، صح؟ انت بنت قويه؟ طيب وانا شايفه ان انت بنت قويه. وانا بتحبي الشوكليت؟ ماما مع دي ويارا. يا يارا عامله ايه؟ الحمد لله. هابي نيو يير. فرحانه بالسنه الجديده؟ فرحانه بشجره الكريسماس؟ طب قولي لي يا يارا، بتحبي السنة الجديدة؟ عايزة ناوية تعملي ايه في السنة الجديدة؟ انا مش عارفة هتعملي ايه؟ طب بتحبي الشوكليت؟ مين فينا بيحب الشوكليت؟ مين بيحب الشوكليت؟ ماما بتقولي ما تاكليش الشوكليت. مامي بتقولك ما تاكليش الشوكليت؟ وفاليري بتحبي الشوكليت يا فاليري؟ اه. مامي بتعملها حلو؟ اه. طب تيجي نسأل مامي بقى؟ تيجي نسأل مامي بتعملها ازاي؟ قولي لنا بقى. مفيش حاجة في الأول بتتعمل بسهولة، كل حاجه فيها تراين ايرور في الاول كذا مره، بس عشان كنت انا اوريدي قاريه ومكلمه شيفات جوه مصر معروفين زي شيف مربت الدسوقي اللي هي اقرب حد على قلبي في الشوكليت يعتبر في الميدل ايست كله، وشيفات تانية اجانب، فبدات اخد منهم المعلومه والخبره واقرا واتفرج على يوتيوب زي اي حد بيتعلم حاجه جديده. يعني انت الموضوع كان بالنسبه لك مش مجرد حاجه انت عايزه تروحي تعمليها زي اي ست بتدخل المطبخ؟ لا، عايزه تجرب ده خالص. الموضوع دراسه وقرايه
بالظبط. بدأت الأول إن أنا أقرأ وأتفرج زي أي حد بيتعلم حاجة from home اللي هو self learning عادي جدا. try and error، قعدت فترة try and error لغاية لما كنت بعملها حلو جدا، ويعني تنفع تبقى product، بس كان محتاج طبعا تطور وحاجات تانية عشان يبقى البرودكت ده مظبوط 100%. وده اللي هو حصل في المرحلة اللي هي كنت قبل ما أبدأ المشروع. وكنت بتحسيها زي ماركات كتير جدا ممكن تجيبيها من السوق. اكزاكتلي عشان كده انا قلت طيب ليه لا، يعني هو اكشلي مش انا اللي قلت، هو بابا سوري مينا ومامتي هم اللي ضغطوا عليا، يعني ليه انت مش بتعملي، ليه انت مش واخداه ان هو يبقى ده الكارير بتاعك لو انت ناجحه فيه. فبدات ان انا فعلا اعمل شوكو بايتس، وبدات ان انا اعرض البرودكت بتاعي بشكل مختلف. كان الاول البرودكت بتاعي بيبقى بيزد على ان هو يبقى شكله حلو ايديبل فلاورز، بعد كده طورت بقى فروتس، بقى حاجات هيلثي اكتر، عشان انا عندي بنوته وكانت بتشوف الشوكليت، فما ينفعش انا اديها الشوكليت طول الوقت وهي مش هيلثي. طبعا سعرات حراريه اكتر، فانت كنت عايزه تعملي تربطي المعادله ان انت تبسطيها وفي نفس الوقت تكون حاجه هيلثي. طب قولي لي، انا شايفه الحاجات شكلها حلو، يمكن الناس شايفه معانا قد ايه شكل الشوكليت مبهج مختلف، تخلي الاطفال طول الوقت عندها شهيه مفتوحه ليها. قولي لي انت بقى الحاجات التنوع وكل الانواع وكل الالوان، انت مش مرتبطه بس بالشوكليت الدارك ولا يعني في عندنا هنا وايت شوكليت وعندنا كل الانواع. طب تعالي واحنا بنتكلم نبدا عشان برضو الناس تعرف خطوات الشوكليت، ازاي تقولي لهم خطوات تكون مظبوطه يقدروا يستفيدوا ويعملوها وبامكانيات برضو ما تبقاش مرهقه عليهم. هو يوجوالي الشوكليت بتبقى انواع وايت ودارك وميلك، كل طريق كل نوع شوكليت بيبقى ليه طريقته وخواصه في ان هو يتسيح على النار. انا جايبه حاجات بدائيه جدا اللي هي باول عادي وحله موجودين في اي بيت طبعا. والشوكليت مين اللي بيبقى، لو انت عايزه تعملي شوكليت في البيت بتدوري على الشوكليت اللي هي الخام، لو انت مش متوفر عندك بلجيم شوكليت. انا بستخدم بلجيم شوكليت لان هي اكتر نوع شوكولاتات ما فيهاش صويا، ما فيهاش حاجات اللي هي افضل من الخام، هي افضل من المتداوله بشكل عام، لان هي مش كلها طبعا كمان كده، في انواع معينه لان هي تعتبر. طب ورينا بقى واحنا بنتكلم كده، ورينا خلي الناس تعرف، بحيث اللي حابب يبدا السنه الجديده بالشوكليت ويبقى مبسوط ويبسط ولاده. وانا شايفه فالري ويارا في كوكب لوحدهم مالهمش دعوه بينا، مستمتعين بالسبرينكل. طب انتوا بتاكلوا ايه؟ ما انا عايزه اعرف، مش بتدوني ليه؟ انت معاكي البلو وهي معاها بينك؟ ايوه كان معايا بينك. يلا نشوف مامي بتعمل شوكولاته حلوه جدا، يلا نشوفها. يعني احنا اول حاجه قولي لي، لو احنا بنسيح شوكليت في البيت لينا احنا في كذا طريقه، يعني انا مش عشان ما عنديش ترمومتر فاوقف الدنيا واقول لا مش هينفع اعمل، لان بكل بساطه الشوكليتس ممكن تتعمل بطريقه يعني اسهل. هي حاجه اسمها تمكين ونوعها بيتباع في اي مكان، يعني يقدروا يحصلوا عليها من اللي انا بتعامل معاه بصراحه تو بي اونست، عشان يعني ابقى صريحه انا ما بستخدمش اي حاجه متداوله، لان المتداول كله موجود جواه صويا، موجود جواه حاجات مكسبه طعم، حاجات كتير. انا بجيب كوكو باتر، كوكو باتر اللي هي زبده الكاكاو اللي هي ابسط حاجه بتعمل بيها الشوكليت، وبتبقى انواع شوكليت معموله كوكو باتر. انا معاكي جدا وانت بتتكلمي. احنا لو احنا ما عندناش ترمومتر، احنا ابسط حاجه بنحط هو ترمومتر ليه بنستخدمه اصلا؟ كل نوع شوكليت ليه حاجه اسمها تمبرينج ميثود. التمبرينج ميثود اللي هو طريقه ان احنا نسيحها من غير ما تبقى محروقه، او من غير ما تسيح في ايدينا، او ليها درجه حراره معينه ما ينفعش. بالزبط. طبعا كل نوع يختلف عن الثاني. الدارك غير الميلك غير الوايت. بالظبط. لو انا ما عنديش ترمومتر بفتح النار على اقل درجه وبحط الشوكليت وبسيبها خالص، يعني بالظبط بمجرد ما بتبدا تسيح برفعها وابدا اقلبها، هي الستيرنج او التقليب هو اللي بيخليها تسيح، بتكمل تسيح. دي ابسط طريقه. ودي الكاكاو بيستر، يعني دي زبده الكاكاو العادي جدا. دي شوكليت بس هي اساسها كوكو باتر، ما فيهاش اي مواد حافظه غير الكاكاو والسكر، والسكر ايفن اللي انا اللي موجود جواها هو اكتشلي هو هيلثي شوجر من الطبيعه، او ممكن يبقى نوع من انواع المعروفه عامه. احنا لو افترضنا ان الشوكليت ساحت مننا، المفروض بنسيبها بتهدى خالص. يعني انا هي كنت حاطاها هنا رفعتها عشان هنا تهدى خالص لغايه لما بتوصل لدرجه حراره معينه. انا مش عايزه اوصلها، مش عندي ترمومتر، بتعامل بمجرد بس ما بحس ان هي بردت ببدا احطها. لو حطيت الشوكليت وهي سخنه
وحطيتها بعد كده في التلاجة علشان اسيحها، هي اكتشلي هتبقى سايحه بمجرد ما همسكها في ايديا بس. فهو ده كده بالنسبه للتسيح بتاع الشكل. ثانيه عشان المقص. انت كده حطيتيها في عشان تاخد الشكل ده في المكعبات اللي انت هتنزليها فيها. اه تمام. طبعا لما بتحطي الشوكليت في مولد، ده اسمه مولد او بيتقال عليه قالب شوكولا، القوالب السيليكون ابسط حاجه وارخص حاجه موجوده في الماركت في مصر، وهي اكتشلي جميله جدا وسهله جدا في الاستخدام. حلو جدا. بدل ما نجيب حاجات بولي كربونات او اي حاجه ثانيه نستخدمها، انا جايبه برده حاجه. حطي بقى معانا، انا معاكي. المولد ده متوفر جدا في مصر. حاجه رخيصه جدا وبسيطه جدا، بتوفر في كل حاجه اذا كان في الشوكليت او في كمان في طريقه الاستخدام كنظافه، بدل ما نوقع الشوكليت على نفسنا ونبهدل الدنيا وكده. يعني احنا ما حطيناش عليها اي حاجه، احنا جبناها وسيحناها، دي اول خطوه. دي ابسط طريقه ممكن حد في البيت يعملها بيها. فاليري انا اسفه. انزلي يلا عشان نشوف مامي بتعمل حاجات حلوه. بصي مامي بتعمل، تعرفي تعملي شوكليت يا فاليري؟ تعرفي ولا بتعرفي تاكليها بس؟ لا لا لا، انت بتعرفي تعمليها؟ بعد. لا ميرسي. طلع احنا كده عملنا دي ابسط نوع من انواع الحاجة. تمام. دي بقى بنحطها بعد كده في مكان ولا كده خلاص؟ لا احنا المفروض ان احنا، انا اسفه على الدوشه بس المفروض ان هي بتتهز كده جامد شويه بس عشان الصوت. انا مش تمام. لان في بيبقى جواها هواء، لما بتحطي الشوكليت بيبقى جواها هواء، فاحنا بنهزها اكتر عشان الهواء يخرج. الهواء بيخرج. تمام. بعدين الخطوه اللي بعد كده المفروض ان نحطها في الثلاجه. بنسيبها تهدى خالص. هي الغلطه ان احنا بناخدها نحطها في الثلاجه، دي غلطه. بتبقى غلط. لازم تبقى في درجه حراره الغرفه لايك 10 مينتس علشان تبقى مظبوطه، معمولها ويل تمبرد. خلاص احنا كده، احنا كده جاهزين احنا نثلجها. نحطها في التلاجة. يعني احنا بنسيبها خالص لحد ما تهدى وبعد كده بالزبط نحطها في التلاجة. تطلع بقى ازاي؟ ايه الشكل هنا اللي لما تخلص تكونه؟ في اشكال كتير. يعني مثلا عندك البارز الصغيرة اللي هي دول؟ دول لا، دول لولي بوبس. البار اللي في هنا؟ اه يعني كده بقى. حاجة من دول. انا يعني ممكن بعد ما بتخلص تبقى كده في الاخر، هتبقى كده وطريقه سهله جدا ممكن تعملوها بمنتهى السهوله. تاني الموضوع كله مش هياخد ساعتين تقريبا خالص. شكلها اساسا حلو قوي، يعني انا بموت في الشوكليت، فاكيد هبقى مبسوطه قوي بالحلقه. طب قولي لي ايه التاني؟ يلا عايزين نقول للناس اكتر من حاجه. دي الشوكولاته العاديه دي بتبقى ايه؟ دي وايت ولا دي تبقى ايه؟ دي ميلك شوكليت اللي انا مستخدماها عاديه جدا، لكن ولا حطينا لبن ولا حطينا اي حاجه. خلص. طب يلا نبدا نزين عشان الوقت. يلا نبدا نزين. اوكي. تحبوا تساعدوني؟ فاليري هتساعدي مامي؟ تحبوا تعملوا ايه؟ برنسيل مين اللي هيساعد؟ مين الشاطر؟ على فكره يا مدام جينا، الشاطر النهارده هو اللي هنديله شوكليت، مش اي حد. فاليري الشاطر هو ويارا. مين الشاطر اللي هيساعد مامي في اللي هي بتعمل؟ يا فالي تيجي تساعدي انت ويارا؟ يلا يا يارا حطيها. الله، احنا هنا بنحط ايه؟ انا عندي ابسط طريقه لو عايزين نعمل. يلا زينا الحاجات اللي معاكوا دي. لو عايزين نعمل مثلا كريسمس ريندير زي ده، انا جايبه الحاجات البريتزلز العاديه واسمها نصين. عندي السبرينكلز، دي مكسرات عاديه جدا. دي مكسرات عاديه جدا مثلا. يعني ممكن تكون المكسرات دي في اي بيت، فبعد ما بنخلص بنحطها. تمام بالظبط كده. يعني انا مش محتاجه اجيب حاجه غاليه قوي او غريبه. يعني انا حتى النهارده لما بتكلم في الشوكليت، انا في اطفال محتاجه اعمل لهم شوكليت فروم سكراتش، ما ينفعش انا اجيب دي واسيحها. يعني انا اي هاف تو ان انا اعملها مثلا حساسيه قلبان. عندي انواع شوكليت جايباها برده مخصوصه تنفع للاطفال اللي عندهم حساسيه زي يارا كده. يارا لو وريني حساسيه. وريني يا فاليري بتحطي ايه؟ يارا ايه بتحطي ايه؟ ما بوظ كل حاجه. انت بوظتوا كل الشوكليت اللي هي تعبت فيه. مش مشكله خالص. هي الفكره وصلت ان احنا ممكن عشان نعمل الرندير ده محتاج مين؟ مثلا البريتزل الهنين محتاجين فور اكزامبل شاري. انا بستخدم برضو الدرايد فروتس. الدرايد فروتس بستخدمها. يا فاليري بوظتوا الحاجه خالص. بصوا حطوا كل اللي معاهم. طب يا فاليري لما تخلص انت اللي هتاكليها دي اللي انت بوظتيها، انت اللي هتاكليها. ممكن تعديني فاليري؟ قولي لي يا فاليري هتعملي ايه في السنه الجديده؟ هتخرجي؟ هتروحي فين؟ بتحبي بابا نويل؟ انا هتعملهم. طب استني قولي لي، انت بتحبي بابا نويل؟ بتحبي بابا نويل؟ بيحط لنا حاجات حلوه كتير. بيديكي حاجات حلوه كتير بتاكليها؟
وانت يا يارا تحبي بابا نويل؟ اه. طب يا فالري عايز تروحي فين في السنه الجديده؟ عايز اروح. ايوه العب مع اصحابي. اه انت عندك اصحاب؟ طب اسمهم ايه؟ مكتوب ماما دينا. دينا؟ انا عندي اسمها ديما وركايا وجودي وماريا. كل دول كل دول اصحابكم؟ ايوه. انت هتروحي لدينا وهتروحي لمين تاني؟ اصحابك مين تاني؟ طب قولي لي بقى، بتدي لهم شوكليت من مامي بتعملها؟ اه من دي. بتديها لهم؟ اه. بتقولي لهم ايه وانت بتديها لهم؟ بتقولي لهم مامي اللي عاملاها ولا بتقولي لهم ان انت شاريها من سوبر ماركت؟ انا احب اعملها من سوبر ماركت. بتضحكي عليهم؟ كفايه ممكن؟ مش مامي اللي بتبقى عاملاها؟ انا هاكلهم يا يارا. يطلعوا خلاص. يارا ليه بهدلتي الدنيا كده يا يارا؟ حاولت اصلح. انت بتبهدلي وبتاكلي في نفس الوقت؟ مفيش قوي. يا يارا قولي لي، يا يارا بتحبي الشوكليت يا يارا؟ اه. طب يا يارا انت بتعملي ايه دلوقتي؟ بعمل شوكليت جديده عشان ايه؟ عشان يدمروها عشان ياكلوها. عشان ياكلوها؟ ايه هم هياكلوا اللخبطه اللي انت لخبطتيها دي؟ كفايه يا يارا، دي كلها سبرينكلز، مفيش شوكليت. فين الشوكليت يا يارا؟ تعالي نبدا تاني. ماشي، استني دي الاول. طب قولي لي الوايت، ممكن الوايت تختلف ايه عن طريقه التامبرنج او طريقه التسيح؟ الوايت محتاجه درجه حراره اعلى بكتير من الميلك. كفايه يا يارا؟ يعني دي لازم نستخدم لها الترمومتر. لازم نستخدم لها ترمومتر. لو احنا عندنا ترمومتر يبقى بنرفع درجه الحراره ل 40 ل 40 وبننزلها لاقل حاجه 27 او 30. وده على البوتاجاز عادي جدا. على البوتاجاز بس. الطبيعي الصح اللي لو مثلا ده ستور او محل بيبقى تامبرنج ماشين كبيره، هي دي اللي بتحفظ درجه الحراره بالدرجات اللي انا بتكلم عليها. وهي دي اللي بتقدر توصلي درجات الحراره، لان طبعا لو بنتكلم على محل شوكليت مش في السنه الجديده ناويه تخليه مشروع فعلا، يبقى مشروع بالنسبه لك مستقل وتقدري تحققي منه ربح كمان مش مجرد هوايه. هو اكشلي دلوقتي انا بتمنى اعمل كده، بس عشان نتكلم بصراحة أنا أقدر أعمل أوردرز في البيت على حسب يعني كمية الأوردرز اللي بتجيلي على حسب إمكانياتي أنا جوه البيت. لكن لو هنتكلم على ستور أو على حاجة كبيرة، أقل طبعا ماشين غالية جدا فوق ال 100,000 جنيه، فاهم؟ يعني فلسه يعني أنا شايفة إن دي خطوات مؤجلة. أنا لو في حد يتبناني ما عنديش مشكلة طبعا. لا بس فعلا بتمنى بتمنى. طب قولي لي بقى، كلميني عن الحاجات اللي جاهزة دي. الكيك بوبس الأول اللي هي في الستيكس دي، كيك معمولة بتبقى فور كيدز. في أطفال بيبقوا ما ينفعش ياكلوا شوكليت كتير، بس في نفس الوقت عايزينهم ياكلوا حاجة. فالكيك فيها بيض وفيها لبن وفي حاجات مفيدة. مظبوط. تمام. والشوكليت هي طبقة رقيقة من بره ومتغلفه عادي جدا عشان تبقى شكلها حلو. عندنا الشوكليت كيك بوبس بتاعتي هي معموله شكلها كريسمس، معموله بالكاندي كان من بره برده عشان يحسوا برده باحساس الكريسمس. بالنسبه اللي في الطبق اللي بعديها هنا دي لولي بوبس بتاعت شوكليت، ومن ورا بيبقى فيه كذا واحده انا عاملاها فيها فروتس وفيها نوتس من ورا عشان الاطفال برده ما دي دارك ما فيهاش اي نوع شوجر خالص، فما بياكلوش شوكليت فيها لبن. هنا دارك دول دارك. لو ما فيهاش لبن ما فيهاش شوكليت ما فيهاش سكر، عايزين حاجه تخليها حلوه. مظبوط. فبنحط فاكهه بالاورنج، عامله بالنوتس، عامله بالستروبري اللي هو كل الاطفال بيحبوها. فيعني دي هتدي طعم اطعم شويه للشوكليت وفي نفس الوقت حلو جدا. طب قولي لي دول دارك ولا عادي؟ دول دارك. دارك تمام. حلو جدا، يعني ممكن الكبار كمان ياكلوهم، واللي حتى لو بيعملوا رجيم حلو جدا مفيش اي مشكله. سكر او دايت بيبقى حاجه حلوه. حلوه دي قوي. دي ستروبري تشوكليت بار بالستروبري بالنوتس بالكوكونات. عايزه اوريها للناس. حلوه قوي دي، ولونها مختلف خالص، يعني لونها ما قلتي ابدا انها شوكليت. ازاي بنوصل للدرجه دي من اللون؟ دي برضو كوكو باتر هي نفسها اللي انا بلون بيها، بحطها على الشوكليت نفسها وببدا الونها. بس هي الفرق ان دي فيها طعم الستروبري، وطبعا كلها حاجات طبيعيه جدا. كلها حاجات طبيعيه. تمام. والإديبل فلاورز طبعا معروفه، مش هحتاج ان انا اعرفها، يعني هي برده ما فيهاش اي ضرر. السنه اللي فاتت يعني السنه اللي بتخلص دي كنا كلنا يمكن اتضايقنا من فتره الكورونا، حاسه ان الكورونا ساعدتك في مشروعك اكتر؟ هي اكشلي الناس كلها اتضايقت وانا اتضايقت، لان انا خايفه على عيلتي وخايفه على الناس اللي بحبها وخايفه على بلدي عامه كاقتصاد وككل حاجه. هوفر ان انا يعني خلاص هم انطلقوا، هم يعني عملوا شغل وبوظوا الدنيا.
امنيتك ايه في 2021؟ امنيتي ان انا اكمل في شوكو بايتس واكبرها، لان انا لقيت نفسي اكتر فيها. امنيتي ان ما نبقاش قلقانين تاني من كورونا دي قبل اي حاجه، ربنا يستر معانا كلنا ونعدي على خير والناس كلها تبقى كويس. انا بتمنى لك كل الخير ويا رب مشروعك ينجح ويكسر الدنيا، لان فعلا مشروع مختلف. انا عن نفسي بحب الشوكليت جدا ومبسوطه لان انت اخترتي الحاجه اللي بتحبيها وباذن الله تحققي فيها كل اللي نفسك فيه. نورتيني يا جينا جدا باذن الله، وربنا يكتبها عليكي سنه سعيده ان شاء الله. يعني النهارده حبينا نقدم لكم الشوكليت اللي بتبقى سبب سعاده كل حد في البيت وسبب سعادة الناس كلها تقريبا، محدش بيجي له اكتئاب غير لما بيخرج منه لو كل شوكليت. كان معانا يارا وفالري اللي بهدلوا الدنيا وبهدلوا الاستوديو. خليكم معانا، هنطلع فاصل ومكملين معاكم بعد الفاصل ان شاء الله.